السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا اللي متابعينا. أنا حبيت أنوه بس على كل الناس إن المكنة اللي أنا كنت عارضها للبيع الحمد لله تم البيع وتم شحنها النهاردة لدولة السودان الشقيقة، وربنا يبارك يا رب لصاحبها اللي خدها. يعني بصراحة راجل محترم جدا جدا وطلع صادق معايا جدا وكان واثق فيا ثقة لا حدود لها، ويا رب احنا كمان نكون عند الثقة بتاعته. وانا من هنا اهوت من قدام الشركة، من قدام شركة الشحن شركة اوشيك، فاحنا شحنها له وهي ان شاء الله النهاردة خلاص اتحطت في الكونتينر وهتروح له على السودان. وخلاص يا جماعة اي حد معاه الرقم بتاعي الخاص بالمكنة، انا طبعا ما مسحتش الفيديو لاني ارقامي مع ناس كتيرة جدا، فكان لازم ان انا انزل فيديو تاني واعرف الكل ان المكنة خلاص اتباعت اهيت واتشحنت زي ما انتم شايفين على الكونتينر، هي راح السودان. فمحدش يتصل عليا تاني ويقول لي المكنة عاملة كام او هي اتباعت بكام او كده. هي اتباعت بمليون جنيه، هي عند صاحبها ربنا يبارك له، ومعرفته احسن من مليون جنيه بالنسبة لي يعني. تمام، فطبعا فيكم ناس كتير جدا جدا اتصلت عليا وفيكم ناس كتير جدا جدا كلمتني. فخلاص يا جماعة المكنة راحت لصاحب نصيبها ربنا يبارك له، وادعوا له ان ربنا يبارك له فيها ويطعمه خيرها ويكفي شرها، ويا رب اكون عند ثقتك عم الحاج، مش عايز اذكر اسمه. وان شاء الله باذن الله زي ما انا كنت عارضها في الفيديو بكل الكماليات بتاعتها بكل حاجتها حطتها له زي ما انتم شايفين اهوت، وهم هناك في شركة الشحن هيغلفوا الحاجات دي كلها وكل حاجة لوحدها عشان خاطر برضه ما بتبانش مثلا، او عشان خاطر مفيش حاجة تضيع منها او كده. تمام، فرجاء يا جماعة رجاء اي حد معاه الرقم بتاعي او اي حد معاه الرقم الخاص بالمكنة ما يكلمنيش تاني عليها ولا يسألني عليها، لان فيكم ناس كتير جدا بتتصل عليا في نص الليل وبيتصلوا عليا في اوقات يعني غريبة جدا ويسألون على المكنة. فخلاص هي الحمد لله كان ليها نصيب ان هي تروح لصاحبها ده وربنا يبارك له فيها، ويا رب يفتكرنا دايما كل ما تشوفها كده ان شاء الله ربنا يبارك لك فيها، ويا رب كل ما تشوفها تفتكرني بالخير وتبقى حاجة سيرة كويسة. الحمد لله حطتها لك والله في الحاجة بتاعتها هي اكتر ما انت شفتها كمان في الاول، واحنا هنا اهوت من مكان الشحن وحاطط لك كل الكماليات بتاعتها وكل صغيره وكبيره. والمكنه يا جماعه على فكره يعتبر صاحبها واخدها من التوكيل، لان المكنه صاحبها الاولاني الملك الاول اشتراها من التوكيل وانا كنت شاريها ليا انا، وبعدين ما حصلش نصيب ان انا افتح، وبعدين خلاص هي دلوقتي راحت للملك التاني، فيعتبر الملك التاني ده اخدها من التوكيل. انا بعتبر كده لان انا بعتبر نفسي كنت واخدها من التوكيل لان معاها كل الكماليات بتاعتها وكل صغيرة وكبيرة. فطبعا نادر جدا 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 لو لقيت اي مكنة في السوق معاها كل الكماليات بتاعتها وما هيش متكملة مثلا من مكان تاني او قطع غيار جايلها من مكان تاني. تمام، فطبعا دي حاجة بتبقى نادرة جدا، فعشان كده انا كنت ماسك فيها وعلشان كده انا كنت عارف قيمتها، ماليش دعوة بأي مكان موجود في السوق. المكنة زي ما انتم شايفين بكل كمالياتها هي تعتبر ورشة كاملة لوحدها. تمام، ربنا يبارك لك وربنا يطعمك خيرها ويكفيك شرها، وإن شاء الله لما تنزل مصر يكون لنا الشرف إن احنا نقابلك، ويكون لنا الشرف إن يكون في بيننا عيش وملح بإذن الله. وطبعا بشكرك جدا على ثقتك، ويا رب أكون عند الثقة ديت وأنت كمان كنت عند الثقة. طبعا كنت راجل صادق معايا وربنا يشهد يعني، وعلى الكامل على الكامل اللي انا بقوله ده ان انت كنت فعلا صادق معايا واصدق من ناس كتير جدا جدا يعني. وانا برضو الحمد لله ان شاء الله هتلاقيني عند حسن ظنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش يتصل تاني يا جماعة برجاء، الرقم الخاص خلاص انا في مجال الدهانات، اللي عايز يتصل بيا في مجال الدهانات كلموني في مجال الدهانات انا تحت امركم، اما المكنه خلاص هي اتباعت فمحدش يكلمنا عليها تاني. ادعوا له ربنا يبارك له فيها، وربنا يحفظ اي حد هيقف يشتغل على المكنه لان المكن ده طبعا خطر جدا والشغل عليه مش سهل. فادعوا ان ربنا يستر على اي حد شغال عليها وربنا يحفظ الجميع.
بالمناسبة برضو يا جماعة، شركة الشحن شركة أوشيك شركة محترمة جدا جدا، هتلاقوا الرقم بتاعها على اليافطة بتاعتها. أستاذ أحمد عمر نفسه هو اللي كان واقف ده، هو اللي بيستلم الحاجة وبيرجعها بنفسه، راجل محترم جدا جدا، وكان ليا الشرف إن أنا اتقابلت معاه النهاردة. وبصراحة الراجل يعني شال المكنة من على العربية حطها على العربية، المكنة ما نزلتش على الأرض، يعني المكنة يعني سرعة في التوصيل إن شاء الله في الشحن، يعني العربية بتاعتنا احنا اتشالت من عليها المكنة اتحطت على العربية التانية. ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بدون مقاطعة في خلال كام يوم هتكون وصلت السودان هناك، فما تركنتش مثلا، ما اتحطتش في مكان فيه شمس ومطرة واتبهدلت للكلام ده. الحمد لله يعني تعتبر طلعت من عندي على السودان عدل زي ما احنا شايفين اهوت. فربنا يبارك لك يا استاذ احمد، و بجد انا اتشرفت بمعرفتك. ده يا جماعه الاعلام بتاعه اهوت او اليافطه بتاعته، فيها ارقام التليفونات وفيها العنوان، راجل محترم جدا، لاي حد عاوز يشحن حاجه للسودان يتواصل معاه. ده يا جماعه كان الفيديو الاخير اللي انا كنت منزله، نزلته لكم برضو تاني الناس تتعرف برضو على المكنه اكتر وتعرف اجزائها. وده كان جزء من الفيديو القديم اللي انا كنت منزله، وزي ما قلنا اي حد عايز يتواصل مع شركه اوشيك استاذ احمد عمر موجود ارقام تليفوناتها، موجود العنوان بتاعه كل حاجه. واسيبكم برضو ايه تتفرجوا على الفيديو. ولاخر مره يا جماعه رجاء محدش يتصل عليا يكلمنا على المكنه تاني، خلاص هي راحت لحالها. وكمان محدش يتصل عليا يقول لي طب انا عاوز واحده اصغر منها، طب انا عاوز منشار، طب انا عاوز ربوع، عايز كذا عايز كذا، لان انا يا جماعه مش تاجر. يعني انا بنبه تاني يا جماعه، انا مش تاجر، انا كنت شاري الحاجه ديت ليا انا لنفسي. انا لما كنت بنقي كنت بنقي لنفسي، مش كنت بنقي ان انا تاجر، تمام. وهي برضو سبحان الله هي راحت لنصيبها، اكن هي برضو راحت عندي يعني. فانا مش بتاجر يا جماعه، عشان محدش، ناس كتير بتتصل عليا يقول لي طب انا عاوز واحده اصغر منها، طب انا عاوز ربوه فرداني، طب انا عاوز تخانه، طب انا عاوز حليه لوحدها، عايز منشار لوحده. يا جماعه انا مش تاجر، وانا قلت قبل كده في الفيديوهات اللي عدت قبل كده انا مش تاجر يا جماعه. هي الحته ديت اللي انا كنت جايبها لنفسي، لما لقيتها مكنه فعلا كانت تستاهل تقولها ذهب، وانا قلت لصاحبها وانا بشتريها، وربنا شاهد على الكلام اللي انا بقوله، قلت له المكنه بتاعتك قسما برب المعبود تستاهل تقولها ذهب، يعني اللي يعرف قيمتها فعلا يعرف المكنه ديت تسوى ايه، ويعرف المكنة ديت تستاهل قد ايه. فالحمد لله صاحبها خلاص ربنا يبارك له، ومحدش بقى يا جماعة يكلمنا عليها تاني. اي حد عايز يكلمني في مجال الدهانات انا تحت امركم في اي حاجة. الزوايا بتاعتها بالحلاية بالكساتير بكل حاجة، ده الموتور هو بتاع الحلية، ده موتور 5 حصان علشان تحلى عليه. وطبعا مطلوب في موتور الحلية انه يكون موتور قوي، الحصان ونص اللي هو بتاع السحب. يعني مكنة بالصلاة على النبي الله اكبر تخليك ما يطلعش من مكانك تاني. الربو بتاعنا 230، ده الغطا بتاع مصطفى، ده الغطا بتاع التخانة، لما بتكون هتشغلها بترفع القصتين اللي فوق وبتركب الغطا ده علشان خاطر يبقى أمان ليك، وطبعا عشان النشارة ما تبهدلكش وكده. الناس اللي هي عندها ورش أو عندها الكلام ده هما فاهمين الحاجة دي، بس أنا بوريلك يعني إن كل قطع غيارها موجودة. يعني الغطا ده بوي بلاده اصلا، لو انت خدت بالك من البويه اللي طالعه منه يا دوبك حته صغيره في النص ما تسكرش، لكن مش مدهون يعني ولا حاجه، ولا المكنه مغشوشه، وضع بلادها اهيت بوي بلادها، ما فيش حاجه ملعوب فيها، مع ان انا راجل بتاع بويه كان ممكن ادهن واعمل الكلام ده، بس انا حابب ان هي تكون على وضعها كده. برضه في حاجه ناس كتير بتسال يقولك مثلا انت ما عندكش واحده 30، ما عندكش واحده 40. احنا يا جماعة ما احناش تجار، المكنة كنا جايبينها لينا وبعدين خلاص ما فيش نصيب في المشروع فقلنا هنبيعها. المكنة عرض 50، الربو 230، قلنا 5 مراحل
ده الحلية اهيت، وديت الصينية، وفي عربية التقصير في الطرف اهيت، طبعا الزاوية بتاعت الغابول اللي راكب عليه ديت، وديت الزاوية بتاعت الصينية. والزاوية ديت بتاعت عربية التقصير. طبعا المفروض ان احنا نجمعها، بس المكان زي ما انتم شايفين يعني يا دوبك المكنة داخلة فيه، فما ينفعش ان انا اجمع المكنة في المكان ده. لكن طبعا اللي هياخدها سهل ان احنا نوريه ازاي يجمعها او نجمعها له وهو واخدها، مفيش اي مشكلة. هو فضل بس المناور هيركب في الجنب. وديت الزاوية بتاعة التقصير اهيت، هي مكانها مش هنا، احنا بس بنوري لك ان هي بتفتح قد ايه، لكن هي بتركب الناحية التانية يعني عايزة واسع جنبها. لكن طبعا اللي حكمنا المكان، فانا بوري لك ان المكنة اهيت فيها كل الزوايا بتاعتها وفيها كل حاجة، مش ناقصها اي حاجة. ديت الزاوية بتاعت الحلية اهي، وضع عربية التقصير اهي شغالة. طبعا الميزة يا جماعة في المكنة ديت ان هي بتاخد مثلا مكان، هنقول مثلا 4 في 4 وخلاص، وبالتاني هي شغالة فيه على كده. لكن طبعا المكنة الفرداني كل حاجة وليها حاجة. المكنة الفرداني عايز مساحة كبيرة، يكون عندك مساحة مثلا 50 60 متر توص فيها المكن، أو وكل ما يكون واسع يكون أفضل. ديت الكاساتير الإيطالي بتاعت المكنة الأصلية برضو موجودة معاها. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها.